ناخد من كلامك، يمكن شفنا في بداية الموسم لو حضرتك أكيد فاكر كان شارك إيشو وشارك حسام بيسو في مباراة بيراميدز، وبعد كده كابتن اختفوا خالص من التشكيلة في نادي الزمالك. ده كان ظلم ليهم زي ما حضرتك بتقول؟ ما هو الظلم الظروف بالظبط، الوقت عايز احافظ عليهم برضو، هم بيقيسوا من يا دول من اللعيبه المميزه جدا في حفاظه الديفندر المميزين بالظبط، يعني وايشو كمان لواحد من وايشو احرف طبعا اللعيبه وايشو وعبدون يعني كانوا بالظبط، و يعني لعيبه كتيره، وعبد الله لعيبه 2003 دي لعيبه، ورفاعي اللي مع الفريق الاول لعيبه يعني كتيره كابتن لعيبه كتيره موجوده عدد اعداد كتيره واخد بالك، فيعني لعبوا وفضلوا الفتره اللي فاتت وان شاء الله يرجعوا تاني طبعا موجودين، بيسو موجود وايشو موجود، وان شاء الله كل واحد بس يجتهد ويشد على نفسه عشان الفتره دي مهمه بالظبط، عشان كمان لما يجيله الفرصه يا كابتن بالظبط يلاقيها، مش يلاقي، وبرضه يعمل حسابه ان هو مش يلاقي الفرصه سهله بالظبط، يعني ممكن يندفع في فرصه تبقى بالنسبه له صعبه، لازم يتحمل المسؤوليه في اي وقت، ودي مهمه.